هنايا اليوم دايرين واحد وقفة احتجاجية جوابا للبيفي اللي خرجت لنا الوزارة اللي جاء مورا واحد المجموعة من الاجتماعات اللي دارتها الوزارة مع لاكنيم مورا الملف المطلبي اللي حنايا كطلبة جميعا صوتنا عليه وجاوبتنا عليه بطريقة مبهمة بطريقة لا مفهومة أجوبة غير صريحة ما كانتش كاع في المستوى. احنا كنطالبوا بانعدام النقص لهذيك من 7 سنين ل6 سنين في التكوين ديالنا، هما جاوا ولاو بيطبقوا علينا ديك 6 سنين بزمننا بطريقه عشوائيه. هاد لا ريفورم جديده اللي خرجوها بين ليله وضحاها من دون ما يتشاوروا معنا، واخا هما في الاصل قالوا انه ما يمكن يخرج حتى شي قرار كيخص طلبة الطب قبل ما يدوز في لاكنيم. هاد الجواب جاء اعتباطا وجانا في واحد الوقيته اللي حنا ما كناش متوقعينها. درنا مجموعه من الخرجات على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، اخرها كان وقفه قدام البرلمان هاد الشهر المنفرد اللي امام داك الوقفه ما كان حتى شي جواب. حطينا الملف المطلبي وتسنينا الجواب ديالهم وعاوتاني ما جاوبوناش، وقررنا في الاخر ديالها اننا نخرجوا في بويكوت اوفير الى ان تجاوبنا الوزاره بطريقه اللي فيها الشفافيه وطريقه واضحه. حنايا ضد 6 سنين وما يمكنش تطبق علينا، حنايا باغيين جوده تكوين، باغيين لا كاليتي ماشي لا كونتيتي. سميتي نور الزميري، طالبه في السنه الخامسه في كليه الطب والصيدله بمراكش. حنا اليوم واقفين في الباو ديال الكليه ديالنا دايرين احتجاج ضد القرار ديال الحكومه اللي كيتمثل في تقليص سنه الدراسه من 7 إلى 6 سنوات. من ناحيه اخرى حنايا كنحتجوا على العدد الكبير ديال الطلبه الوافدين لكليه الطب، بحيث العدد ديالهم كيتزاد كل عام بوتيره مفرطه، الوغ كو لي تيغان دو ستاج جاونا لي زونفي جاونا ما كيهزوش داك الكم الهائل ديال الطلبه. حنا كاطباء ديال الغد خاصنا دي تيغان دو ستاج اللي نقدروا اننا نستاجيو فيهم نتعلموا فيهم، باسكو لا ميديسين سي دو لا براتيك. خاص يكون عندنا كونتاكت اولي مع المريض باش غدا ولا بعد غدا ملي نكونوا اون طونك ميديسان قدام هذا المريض هذا نعرفوا كيفاش ناخذوه اون شارج، كيفاش نداويوه. يعني ضروري خاصنا هذا المريض هذا يكون عندنا مكتسبات براتيك ماشي غير فسميتو في لونفي وفي لي كور ماجيسترو. دونك حنايا هنايا جالسين كنحتجوا، كنتمناو ان صوتنا يوصل للراي العام يفهموا علاش حنا خارجين. حنا خارجين بالضروره حيتاش المريض أولوية ديالنا، المريض المواطن المغربي. المواطن المغربي يقدر يكون الأب ديالي، الأم ديالي، الأخ ديالي، شي حد من عائلتي، صديق ديالي. ما بغيتش أنا غدا ولا بعد غدا يكون مظلوم ويكون ضحية ديال واحد المنظومة الصحية اللي طبقات بدون بلورة وبدون تجهيز، ويكون مسبق ويكون مدروس ويكون عنده واحد النتيجة، واحد الامباكت اللي نيت بينيفيك لهذا المواطن هذا. انا ايوب كريمه، طالب سنه الخامسه في كليه الطب والصيدله مراكش، وعضو في لجنه اليقظه اللي تكريات مع البدايه ديال اخر حركه نضاليه داروها الطلبه اللي هي المقاطعه الشامله للدروس، تدريب استشفائيه والامتحانات كيف ما كان في الرباط بني ملال وقلميم اللي قطعوا الامتحانات ديالهم. حنا باش نرجعوا هذا الشيء الاول ديالو، هذا الشيء كيبدا من تقريبا واحد عامين فاش خرج واحد القرار اللي كينص على تخفيض السنوات ديال الدراسه في كليه الطب من 7 سنوات ل6 سنوات. قرار اللي كان مفاجئ وما تشركوش فيه الطلبه. هذا القرار اللي خلق في الاوساط ديالنا بزاف ديال الخلعه، بزاف ديال ستريس، بزاف ديال ما عارفينش فين غاديين. وهذا القرار هذا ما خرجش ها احنا قلصنا من 7 سنوات 6 سنوات، يعني ها شنو عندكم ها في السنه السادسه، ها في السنه السابعه، ها شنو غادي يكون من بعد. عاد باش ما عارفينش القيمه ديال الدبلوم ديالنا، واش غتقاس ولا لا، ما عارفينش الا كان في الداخل كيقولوا لنا انه محافظين على القيمه المعنويه ديال الدبلوم ديالنا، ما عارفينش على
على برا الناس شنو كيقولوا الناس اللي باغيين يمشيو يديروا التخصص ديالهم على برا ولا هذا ويرجعوا للمغرب ما عارفينش هادشي كله يعني عاد باش ما عارفينش ثوازيام سيكل شنو غادي يكون فيه ديما كان في اي جلسه مع الوزارتين ولا في اي اجتماع ديال التنسيقيه الوطنيه وممثلين طلبه مع الوزارتين ديما كان نفس الجواب ديال تسناو حتى المده المعينه حتى النهار فلاني حتى النهار فلاني ما كاينش شي حاجه اللي اكزاكت يعني هادشي اللي خلق بزاف ديال الضبابيه ومع احنا زعما غاديين وما عارفينش فين يعني غاديين غير في الظلمه وما عارفين شايفين ما عارفين شايفين واصلين وهادشي عاوتاني كيأثر على 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 على, على المردوديه ديال الطالب ما حدو كيقرا عايش في ستريس وما عارفش فين غادي المردوديه ديالو غطيح وبالتالي حتى الانتاجيه ديالو من بعد ما غاديش تكون كيف ما حنا باغينها وكيف ما الناس كيتوقعوها منا يعني المواطن المغربي هذاك الشيء اللي كيتسناه من الطبيب المغربي كنشوفوا انه غادي يتقاس وبطبيعه الحال بدا انه هادشي بدا غير من هاد عامين هادي والناس كيفاش ولات كتقرا ومخلوعه وما عارفه شايفين غاده يعني عاد باش هادشي عاوتاني غادي يكون عنده لامباكت حتى على الفورماسيون ديالنا كيفاش غادي نخرجوا حنا من بعد هاد السنين لي تيغان دو براتيك يعني واش النهار اللي غادي نخرج لعند المواطن ولا لعند المريض المغربي وانا الفورماسيون ديالي مقيوسه ولا انا ما مفورمي شي مزيان يعني هنا راه ما غاديين شايل زعما هذاك الشيء حنا ما باغينوش وما باغي حتى شي واحد. تابوناو معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.